عليها. ننتقل للخبر التالي مباشرة، رياك مشار يصل إلى جوبا. لربما في الخبر الآخر، رياك مشار يصل إلى جوبا. وصل الزعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار جوبا ثلاثاء، يهدف اللقاء مع رئيس الفاكير حول المسائل العالقة. تستغرق زيارة مشار إلى العاصمة 3 أيام، ويواجه تنفيذ اتفاق السلام تأخيرا بسبب خلافات حول عدد الولايات وحدودها بجانب الترتيبات الأمنية. وتعتبر زيارة مشار خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق السلام مع اقتراب الموعد النهائي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في منتصف فبراير المقبل. طيب، وقال النائب المتحدث باسم الحركة الشعبية في المعارضة مناوى فيتر فاتوكس لراديو تمازي ان مشار وصل جوبا لحضور اجتماع يهدف الى مناقشة القضايا العالقة وخاصة مسألة عدد الولايات وحدودها. في الشهر الماضي اتفق الرئيس الفاكير وزعيم المعارضة رياك مشار على تمديد الفترة الانتقالية او الفترة ما قبل الانتقالية ب 100 يوم لضمان تنفيذ القضايا قبل تكوين الحكومة الانتقالية في فبراير المقبل. طيب، السعي لتكوين حكومة وحدة وطنية ويعني أن نبعد الشقة ما بين الأطراف الجنوبية للتوصل إلى هذا الاتفاق حتى أن يكون سلام مستدام، ما المطلوب من رياك مشار، مطلوب من سلفاكير في هذه المرحلة، خاصة أن الخلافات قد لا تكون هي بالكبيرة ولا بد ترسيمها خاصة ما يتعلق بالولايات وعددها؟ طيب، بداية للأسف الملف بدأ يخرج من يد السودان. كان السودان مسيطر بشكل كبير على ملف السلام في دولة الجنوب. الآن يعني تغيرت، تبدلت الصورة تماما، أصبحنا نحن ضيوفا على جوبا نبحث عن السلام في العاصمة الجنوبية. طيب، على كل يمكن جدا أن يستعيد السودان صيغته وقوته في علاقته مع دولة الجنوب. السودان كان الذي على الأغلب في النظام السابق كان الذي علاقة وثيقة مع دكتور رياك مشار، يمكن استثمار هذه العلاقة. الأمر الآخر، من الممكن جدا أن يلعب السودان دورا يواصل ذات الدور الذي كان يلعبه في محاولة استتباب الأمن في الدولة الجنوبية. لكن بكل الأحوال سلام الجنوب تواجه حزمة من التعقيدات، هناك مظان وشكوك ما بين سلفاكير ميارديت ودكتور رياك مشار، الشقة واسعة بينهما رغم أنه دكتور رياك الآن وصل إلى جوبا، لكن تعقيدات كبيرة لأن الحرب الآن لديها أكثر من 5 سنوات، حتى الآن لم يتم التوصل إلى سلام حقيقي، لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية. معلومة أن سلفاكير ميارديت عين أحد أعوان رياك مشار نائب اللواء وتعبان دينك، هي واحدة من القضايا التي أزمت العلاقة بين الرجلين. لكن نأمل بكل الأحوال أن يستقر الجنوب، لأنه معلوم أن استقرار دولة الجنوب هو استقرار للسودان، أمن السودان من أمن الجنوب. إذا كانت هناك أي إشكالات في دولة الجنوب تؤثر بشكل مباشر على السودان، خاصة أنه الحركات حملة السلاح، الحركة الشعبية جناح الحلو جناح عقار، يعني شفرة وكلمة السر للحركتين بيد سلفاكير. بالتالي يجب جدا أن يتدخل السودان في خطوات إحلال السلام بالجنوب حتى ينعكس ذلك إيجابا على السودان. معلومة الآن أن عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميتي الآن هو في جوبا، الوفد السوداني المفاوض في جوبا. هي كل عملية يعني ذات علاقة مع بعضها البعض، كما ذكرت أن أمن السودان هو كذلك أمن الجنوب. ثم أن واحدة من القضايا التي أزمت موقف السودان في المجتمع الدولي، واحدة من القضايا الآن على منضدة مجلس الأمن الدولي، هي ملف السلام مع الجنوب. مطلوب من السودان بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يكون لديه خطوة إيجابية في سلام دولة الجنوب. نعم، ولعل ما قلت أنه في استقرار أي من البلد، استقرار البلدين في أمن جوبا، أمن الخرطوم، وكذلك في أمن الخرطوم أمن لجوبا، ويعني يمكن أن يرتقيا معا في طريقة التنمية.